يسعدني أن أرحب معي هنا في الاستوديو بضيفي الأستاذ غانم العابد، الباحث المتخصص في شؤون الموصل. أستاذ غانم، مساء الخير، أهلا بك معنا. طبعا دعنا نبدأ من الخبر الأبرز لهذا اليوم، وهو فتح جبهة جديدة في الموصل، تحديدا في شمال غربي الموصل. بالنظر إلى خريطة المدينة، إلى المحاور، إلى المعارك العسكرية على الأرض، لو تشرح لنا أكثر كيف تجري العمليات على الأرض، وماذا يعني فتح جبهة جديدة في شمال غرب المدينة؟ نعم، يعني نتحدث عن قرية مشيرفة. هذه القرية هي أساسا هي مسقط رأس أول والي للموصل بعد سيطرة داعش على مدينة الموصل، رضوان طالب الحمدوني، والذي قتل جراء قصف التحالف الدولي. منطقة واسعة جدا، وكانت هي أول منطقة سيطر عليها داعش أثناء دخوله إلى الموصل في حزيران 2014. خطة اليوم أعتقد أنها باغتت تنظيم داعش، لأنهم كانوا يتوقعون أن تبدأ الهجوم من منطقة أخرى، أو محاولة قضم الأرض من قبل القوات العراقية، لكن الهجوم على أكثر من منطقة في وقت واحد مع قلة أعداد تنظيم داعش من بقي منهم داخل مدينة الموصل، أعتقد أنها كانت مفاجأة كبيرة. والدليل أن داعش، عوائل داعش في اليوم في البداية انسحبوا إلى حي 17 تموز مع تقدم القوات داخل مشيرفة بشكل أكثر. الآن بدأ داعش ينقل عوائله باتجاه منطقة الزنجلي. طيب، أيضا الأخبار تتحدث بموازاة ذلك بأنه هناك 8 أحياء خلالها قوات داعش محاصرون، يعني ولم تظل إلا 8 أحياء لتحرير المدينة بالكامل. حتى سيد الجبوري، اللواء الجبوري، كان معنا يوم أمس، قال بأنه فعلا أفراد داعش هم محاصرون في هذه الأحياء. بالنظر إلى ذلك، هنا نتحدث بأن خطوط الإمداد كلها مقطوعة عن أفراد داعش، هم فقط محاصرون هناك أم ماذا؟ نعم، يعني هو منذ أن تم قطع الطريق في منطقة تلعفر 60 كيلومتر خارج مدينة الموصل، قطعت كل طرق الإمداد على داعش. الآن داعش محاصر داخل المدينة، ليس له أي منفذ للخروج، ليس فقط للإمداد، حتى على مستوى أشخاص. المناطق التي بقت هي مناطق ستكون فيها المقاومة نوعا ما صعبة بسبب طبيعة هذه المنطقة، وليس بسبب داعش. داعش الآن يستغل منطقة الموصل القديمة والآن التي هي مطوقة على شكل مربع ناقص ضلع، بالإضافة إلى احتمائه بالمدنيين الأطفال والنساء، وهذا هو ما يؤخر المعركة. لو كانت المعركة بطريقة عسكرية أو حتى بشكل حرب العصابات، أنا كان أعتقد أن القوات العراقية قامت بتحرير الموصل، لكن التأخير والتأني في التقدم باتجاه هذه المناطق كله في سبيل الحفاظ على المدنيين، وعلى عكس ما يقوم به داعش الآن. داعش يقوم بإعدام المدنيين وبشكل شرس جدا، ما حدث يوم الجمعة الماضي حتى لأن الإعلام لم يتناوله، عندما أراد ما يقارب 100 شخص مع عوائلهم بالهروب، وفرض أمر واقع حال نتيجة الجوع، نتيجة القصف، نتيجة كل ما عانوه من داعش. كانوا يتصورون أن داعش لا يتحدث معهم، لكن للأسف قام داعش بمجزرة كبيرة في حي النجار، عندما قام بإعدام وقتل الأهالي من نساء وأطفال ورجال، حتى بالسيوف، ليس فقط بالأسلحة النارية. يعني أي شخص يريد الهروب يقوم داعش بإعدامه. نعم، الكثير من المجازر حدثت الأسبوع الماضي في الإصلاح الزراعي، قاموا بإعدام 36 شخص، في 17 تموز قاموا بإعدام 5 أشخاص، وأيضا في حيتنا قاموا بإعدام 75 شخص أيضا أرادوا الهروب باتجاه القوات الأمنية. داعش ليس قويا، إنما داعش يستغل تضاريس المدينة ويستغل المواطنين من نساء وأطفال ورجال كبار في السن من أجل تأخير تقدم القوات الأمنية. طيب، هنا من خلال هذه النقطة، يعني بالنظر إلى الطبيعة الديموغرافية وأيضا الجغرافية للمدينة وللأحياء المتواجد فيها الآن أفراد داعش، ما الذي تتطلبه المعركة بالتحديد، وأيضا بشكل يحمي المدنيين وأخذهم يعني بعين الاعتبار أو لتسجيل أقل الخسائر الممكنة؟ يعني المناطق التي بقيت لا زالت تحت سيطرة داعش بإمكاننا تقسيمها إلى قسمين. الموصل القديمة، هذه المناطق ليس بإمكان الجيش استخدام المدرعات الثقيلة أو الدبابات باقتحامها، وأيضا ليس بإمكان داعش استخدام السيارات المفخخة، مما يعني أنها تحتاج حرب عصابات وحرب راجلة. بقية المناطق التي هي 17 تموز أو حي النجار أو الرفاع والإصلاح الزراعي، بإمكان القوات العراقية استخدام المدرعات والدبابات الثقيلة، باعتبار أنها تشابه إلى حد ما موجود في مناطق الجانب الأيسر، لكن نعتقد أن المعركة الأصعب ستكون في مناطق الموصل القديمة، لطبيعة هذه المنطقة وللرمزية التي يعتبرها داعش، باعتبار أن أبو بكر بغدادي من هناك أعلن خلافته المزعومة. جامع النوري كبير، بسيطرة القوات الأمنية على جامع النوري كبير، أعتقد أنه انتهى حلم داعش الذي كان بحق كابوس أسود.
الأسود على أهالي مدينة الموصل. طيب حضرتك من الموصل أصلا، وربما لديك يعني بعض الأشخاص لا يزالون بالداخل، ماذا يقولون؟ كيف يتعامل داعش معهم؟ وطبعا ماذا يشعرون عندما يعني ربما يسمعوا بأن القوات العراقية باتت قريبة جدا من تحرير المدينة؟ نعم، يعني أنا أشكرك صراحة على هذا السؤال، لأن الأهالي الذين لا زالوا تحت سيطرة داعش، داعش يقوم يعني نوع من التغطية الإعلامية المعاكسة تماما على الأهالي، يبلغهم أنكم عندما تخرجون من هذه المناطق الجيش سيقوم باغتيالكم، باعتقالكم، بالاعتداء عليكم، في حين أن تصرف القوات العراقية هي على العكس تماما، بحيث أن هناك فشل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية في نينوى وحتى المنظمات الدولية في اتجاه إغاثة النازحين، لكن اليوم المقاتل العراقي يقتسم اللقمة التي توزع له من خلال الجيش مع النازح، وتعاملهم تعامل إنساني وفق أرقى ما يكون. لكن بعدم داعش مثل ما يعلم الجميع منع النت ومنع الاتصالات وحطم أجهزة الستلايت، الأهالي بعيدين عن الإعلام بشكل كبير جدا، لهذا دائما ما تسعى طيران الجيش العراقي إلى إلقاء المنشورات. نعم، من يقوم بأخذ ورقة من هذه المنشورات يقوم داعش بإعدامه، لكن نوعا ما قد يستطيع البقية من قراءته أو الاعتماد إلقاء النظر ربما حتى، نعم، أو بالاعتماد في خلسة معينة للسماع للإذاعات، سواء من قبل الإذاعات المحلية التي موجودة داخل مدينة الموصل والتي تصل إلى هذه المناطق، أو الإذاعة الرسمية لجمهورية العراق. طيب الخسارات في التي يحققها داعش على الأرض هي واضحة كما ذكرنا، وطبعا المعركة تسجل تقدم كبير للقوات العراقية في صفوف أيضا القادة، يعني نسمع بأنه هناك بعض استهدافات لبعض القادة، يعني هل لا يزال هناك قادة من الصف الأول الآن في داعش من ضمن المحاصرين، أم كلهم لجأوا إلى الهروب وما إلى ذلك؟ يعني الكل يعلم أن الحرب على داعش بدأت منذ أكثر من سنتين، هناك قصف للتحالف الدولي، أهل الموصل كانوا متعاونين مع القوات الأمنية في تزويدهم المعلومات، وهذا ما أقر به حتى السيد رئيس الوزراء وحتى القيادات الأمنية. القيادات التي عندما دخلت الموصل، لا أعتقد أن بقت هذه القيادات لأن أغلبها تم اغتيالها من قبل طيران التحالف، ما يقارب تم قتل 45,000، هذا الرقم من خلال التحالف الدولي من داعش. ما بقي أنا أعتقد أنه قد يكون الصف الثاني أو الصف الثالث من القيادات. اليوم 4 قيادات تم قتلها من خلال قصف طيران الجيش العراقي، 2 من العرب و2 من المحليين، الخشاب وشخص آخر أبو إسحاق المسؤول الشرعي والمسؤول مسؤول التفخيخ في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. نعم، شكرا لك جزيلا على هذه الاستضافة وكل هذه المعلومات سيد غانم العابد الباحث المتخصص في شؤون الموصل، شكرا جزيلا.